تلاميذه ان هم يسيبوا حاجات كتير وكلها ضروريه، لا كيس ولا مزود ولا احذيه ولا ثوبان ولا حتى عصا. المسيح بيوصي تلاميذه، بيقول لهم اكتفوا. اكتفوا بايه؟ اكتفوا بيا انا. بيقول لهم انتوا مش محتاجين حاجه. والحقيقه الموضوع ده يجيب لنا فكره دلوقتي، هو احنا مكتفيين اصلا بربنا ولا لا؟ لان اوقات كتيره خالص مش بنحس ان احنا شبعانين ولا مكتفيين، لا بالعالم ولا بربنا. وعشان كده نقول مع بعض كده ايه لطيفه خالص موجوده في سفر الجامعة، في سفر الجامعة الإصحاح الخامس آية 10، بيقول: من يحب الفضة لا يشبع، لا يشبع من الفضة، ومن يحب الثروة لا يشبع من دخل، هذا أيضا باطل. اكتشف سليمان الحكيم أن كل ما كان بتزداد ثروته بيزداد عطشه وبيزداد جوعه للفلوس لدرجة أنه مشبعش. ادى لنفسه قاعدة غريبة على اعتبار بأن هو عايز يجيب آخر الموضوع، قال: كل ما رأته عيناي لم أمسكه عنهما، أي حاجة يشوفها يشتهيها ياخدها، أي فكر عنده يكون جاي في باله أن يعمل قصر فخيم جدا يعمل، أي أكل يعمل، أي زيجة يتجوز، لدرجة قال في الآخر سفر الجامعة مشهور بكلمة باطل أو باطل الأباطيل، لأن هو فعلا حس أن كل الكلام ده كله كلام فارغ. النهاردة ربنا بيقول كده، كل جوع إحنا بنجوعه المفروض نميزه. لو هو جوع فارغ ملوش لازمة، يبقى لازم الموضوع يتقفل. ولكن الأول في واحد ما بيقدرش يوقف، ما بيقدرش يوقف الموضوع، بيعمل زي إيه؟ بيقول برضو في سفر الأمثال إصحاح 30، والحقيقة الآية دي جميلة قوي، بيقول: للعلوقة أو العلقة أو الدودة المصة، للعلوقة بنتان، هات هات، ثلاثة لا تشبع، أربعة لا تقول كفى. إيه العلوقة دي؟ بيسموها بالانجليزي هورس ليش، الدودة اللي بتدخل من الجلد وتسكن جوه تحت الجلد كأنها بتحفر لنفسها مكان وتشفط الدم بتاع الجسم، وغالبا الممصات بتاعت الدم بيبقى عندها اتنين ممص، يعني في الاول وفي الاخر بتمص الدم بكل الطرق، حتى ان لما بيجوا يخرجوا الدودة دي من تحت الجلد تبقى بصعوبة جدا، لان خلاص بتبقى بتمص لدرجة بتلزق في الاوردة تحت وبتاخد الجسم كله، ما بتشبعش وبتفضل تتمدد تتمدد بدون اخر. ويقول كده لو كان عندها ثلاث ممصات مش هتشبع، واربعة لا تقول كفى. الحقيقة احنا كتير مننا خالص بيكون مش شبعان من حاجة. أقول لكم أبسط مثل، لما يجي واحد عايز يعني يروق دماغه بقى، عايز يقعد وقت لطيف، بيعمل إيه؟ غالبا بيمسك الموبايل يقعد يتفرج. لحد إمتى؟ دقيقتين؟ لا. ساعتين؟ لا، لا يقول كفى. طب ثلاثة؟ أبدا. أربعة؟ مفيش. طب يوم طيب كامل؟ أبدا. يفضل خلاص الموبايل ده بيبقى لزق زي الدودة، وانا عمال امص كل الشهوات وكل المناظر وكل الضحك اللي ممكن اضحكه، وبرضه بخرج متضايق. اول ما اقفل التليفون احس باكتئاب. المسيح يقول كل من يشرب من هذا الماء يعطش ايضا، زي الدودة اللي ما بتعطش اللي ما بتشبعش ابدا. الحقيقة ليه بيحصل الكلام ده؟ بيحصل لان قيادة الإنسان فين؟ إيه اللي بيشدني؟ يعني لو جسمي بيشدني هفضل أكل وأنام، لو الجسم هو اللي بيحركني وطول الوقت خايف على جسمي
هاكل واريح وانام واسرح شعري واحط كريمات واقعد في التكييف، احاول ادلع نفسي شويه. ده ايه؟ ده الجسم هو اللي بيقود. مش عايز اتعب، مش عايز اجهد في حاجه. طب لو العقل والروح هما العقل بس هو اللي بيحركني، ده اول مستوى الجسم اللي فوقيه العقل. العقل بقى يفكر في الفلوس، يفكر في المستقبل. العقل كمان يفكر في موضوع المشاعر. الواحد يهتم جدا جدا بالعواطف بتاعته والمشاعر بتاعته وحالته النفسية، لدرجة انه ممكن يعمل كل حاجة عشان خاطر نفسيا ينبسط. فتلاقيه ممكن يحجز فسح ومصايف كتير ورحلات وحاجات زي كده عشان بس هو متضايق شوية. وعشان الجسم والعقل بيقودونا غلط، لان انسان الجسداني ده اخرته في الارض. يعني يرجع المسيح يقول لنا لا، خلي بالكم، الليفل الثالث هو الاحسن اللي هو ليفل الروح. طب الروح لما بتقود بتودي الواحد فين؟ بتودي السماء. انما الواحد اللي بيقوده جسده بيروح بيه في التراب. تعالوا نشوف مع بعض كده بيقول ايه المسيح في الموضوع ده. الأول الشيطان حارب المسيح على الجبل وقال له إيه؟ قال له خلي بالك لما أطلعك فوق بص على جميع الممالك. قال له اشبع، بص كويس. هو فاكر إن المسيح واحد إنسان عادي، فقعد يبص. المسيح هاوده يعني. قال له بص، أعطيك جميع هذه الممالك إن خررت وسجدت لي. شهوة العين أهي، شهوة العين. عشان كده ربنا بيقول لي خلي بالك العين دي لو كانت بسيطة جسدك كله يكون نيرا، طب وإن كانت عينك مظلمة جسدك كله يكون مظلما. يقول سفر الجامعة، يقول سليمان الحكيم على حتة الشهوة، يعني يقول كل الأنهار تجري إلى البحر والبحر ليس بملآن. يعني إمتى البحر بيقول كفاية خلاص مش عايز مية من الأنهار؟ ولا مرة. طول الوقت البحر عايز ياخد كل المية، زي الواحد اللي ما بيشبعش. احنا دلوقتي في جيل صعب وعندنا شوية تحديات غريبة شوية. يعني مثلا اكلمكم بصراحة، في اطفال صغيرين عندهم ادمان، اطفال عندهم ادمان، بس المرة دي مش دراجز، المرة دي من السوشيال ميديا. ادمان ازاي؟ يعني طول الوقت عايز يصور نفسه، طول الوقت عايز يتفرج على صور، طول الوقت عايز يعمل محتوى، عايز يصور فيديو، وعايز الناس تعجب بالفيديو. مش بس كده، عايز الفيديو بتاعه ياخد اكتر اعجاب. ده الاطفال، ما بالك الكبار. لان هو خلاص ما بقاش قادر يسيطر على نفسه، لدرجة في أبليكيشنز شريرة جدا. تعمل إيه؟ سمعت عن أبليكيشن كده اسمه سناب شات، بيعمل حاجة اسمها سترايك. سترايك ده أنت تفضل تدوس كل شوية تسجل بصورة أنت بتعمل إيه، أنت بتعمل إيه، ما تبطلش بتاكل بتشرب بتعمل إيه. وكل ما تنزل صور كتير تبقى مشهور أكتر، تبقى نجم، الناس تبص لك وتنبهر وتقول عليه ده واد مشهور. وكل ده بيخلينا عبيد في الاخر، وعندنا حالة من حالات الادمان. نفس الولد ونفس البنت ونفس الشاب ونفس الشابة، لما يجي كده يقف قدام ربنا عشان يصلي يلاقي مفيش في قلبه اي حاجة، خلاص مفيش عنده حاجة يقدمها لربنا. تلاقي الموبايل لازق في ايده، يهتم جدا بالكاميرا السيلفي اللي من قدام عشان يشوف صورته، يصور نفسه طول الوقت. كل الانهار تجري الى البحر والبحر ليس بملآن. يكتشف الولاد والبنات في سن كبير شوية اكبر شوية ان هم بقوا مزلولين. ليه؟ اصل لما بيقل الاعجاب الواحد بيجيله نوع من صغر النفس. لما ببني
شخصيتي على ان الناس بتعجب بيا ده بنا وهمي. انا الحقيقة مش المفروض ان انا اعجب بنفسي. اما من يفتخر فليفتخر بالرب، وحاشا لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح. لكن لما النهاردة الشيطان يقول لي بص كتير بص كتير، عينك ما تخليش عينك تشبع، طول الوقت تتفرج، طول الوقت خلي الناس تتفرج عليك، اضطر الواحد يبالغ ويعمل صور وحشة عشان الناس تتفرج، يبقى مذلول وعبد. لحد امتى هنكون دودة؟ لحد امتى هنكون دودة بتمص الدم؟ لحد امتى هنكون مذلولين وعندنا نوع من انواع الادمان؟ كفاية يعني العمر اللي راح مننا، الساعات الطويلة اللي قضيناها تكفي. يلا بقى نعمل للسما شوية، يلا نقفل شوية حتة المناظر دي. بولس الرسول يقول لنا اقمع جسدي واستعبده. اقمع جسدي، مش ادلع جسدي او اخلي نفسي اتفرج على جسدي، مش اخلي الناس تتفرج على جسدي. انا ابن المسيح وانا بنت المسيح، ازاي افرح ان حد بيتفرج عليا؟ ازاي يجيلي الاحساس ان انا بفتخر في الخزي؟ فخرهم في خزيهم، ده فعلا خزي ان انا اتفرج على حد وحد يتفرج عليا. يقول كمان في سفر الامثال الهوية والهلاك لا يشبعان، وكذا عين الانسان لا تشبعان. عين الانسان لا تشبعان، فعلا انا النهاردة هفضل اتفرج لحد امتى؟ هل الشيطان يقول لي كده كفاية خلاص وقعتك؟ هو عايز بعد ما يوقعني وقع اللي بعدي ويوقع اللي بعد بعدي. تخيلوا حد في البيت طول الوقت الموبايل لازق في ايده، اللي جنبيه في البيت برضه بيعمل ايه؟ بيمسك برضه الموبايل شوية ويلزق في ايده، وهكذا كل الناس اللي في البيت. الاخ الكبير بيعلم الاخ الصغير، طب اذا كان خادم؟ طب اذا كانت خادمة؟ أجاب يسوع وقال كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، أما من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد. يقول الكتاب النفس الشبعانة تدوس العسل. لو كان عندي شبع بربنا مش شبع بالحاجات العالمية، أحلى ما في العالم هدوسه. يقول بولس الرسول قد خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها إيه؟ نفاية ملهاش أي لازمة. تخيلوا معايا كده في سفر الأمثال، قال حتة نفسية جميلة خالص. بصوا الآية دي، بيقول روح الإنسان تحتمل مرضه، روح الإنسان تحتمل مرضه، أما الروح المكسورة فمن يحملها؟ الروح المكسورة فمن يحملها؟ الشيطان عايز فيا الروح المكسورة اللي ملهاش علاج، يفضل يكسر فيا طول الوقت عن طريق العين، يقولي ما تشبعش. ليه الناس بيجيلها اكتئاب من كتر ما بتتفرج على السوشيال ميديا؟ لانها بتقعد لوحدها. اما ربنا يقول ليس حسنا ان يكون ادم وحده، اقعد في وسط الناس، اقعد في وسط اخواتك، حبوا بعضكم بعضا. لو قعدت لوحدك مش هتاخد حب ويجيلك اكتئاب. ليه كمان بيجيلنا اكتئاب؟ لان احنا بنقارن نفسنا ببعض، كل واحد يقارن نفسه بالتاني، هو انا الاجمل وانا الاشطر وانا الاغنى انا الاقوى، والاقي ان عندي في الاخر احساس بالدونية وصغر النفس. بعد شوية اقول ايه ده؟ ايه الوحشة اللي انا فيها؟ ده انا ابص على صورتي من كام سنة اقول ياه ده انا شكلي دلوقتي بقى مش قد كده، ويجي لي اكتئاب. ليه؟ لان انا بعتمد على عيني. إنما اللي بيجي يقف يصلي غالبا بيغمض عينه عشان يبص على المسيح، يحس إنه في السماء. النهاردة المسيح بيقول لك فوق بقى، يلا بيقول لنا كلنا نفوق، عشان خاطر الدودة دي كبرت قوي، الدودة التي لا تشبع كبرت قوي. جه أوان العملية الجراحية إن احنا نطلعها من جوانا
ولازم نتعب شوية في ان احنا نضبط نفسنا. يعني من فضلكم لو حد عنده حاجة مهمة على الموبايل يخليها في ساعة معينة، يعني مثلا بلاش بالليل قوي، يعني ممكن قبل العشاء، نصيحة يعني، عشان نقضي وقت العشاء في البيت مع بعض، ومن بعد العشاء نقعد برضو مع بعض عشان آخر اليوم يبقى مقدس، ولما نام أنام نوم طاهر ما تجيليش أحلام وحشة. يا ريت النت ما يبقاش مفتوح 24 ساعة، يا ريت الابليكيشنز اللي فيها صور وفيديوهات كتيرة تبقاش موجودة. أنا عارف اللي أنا بقوله ده ممكن يكون لبعض الناس، الناس اللي فاهمين يعني كلام يعني مش قد كده، معلش خدني على قد عقلي، وقفل شوية ابليكيشنز أنت مش محتاجها، صدقوني إحنا مش محتاجينها. تكتشف أنت إن أنت حر إمتى؟ يوم الموبايل يعطل. يا رب إن شاء الله خير، يعني الموبايلات إن شاء الله كده ربنا يديها نعمة وتعطل عشان نجرب إحساس إن إحنا أحرار شوية. يعني لما النت بيقطع الواحد بيحس بالحرية برضه، الحمد لله. قول النت قطع، كتر خيرك يا رب. وطبعا احنا لان احنا لسه تحت مش شايفين فوق في ايه، لكن فوق احلى بكتير قوي من اللي احنا بنشوفه على الشاشات. المسيح عايزنا النهارده نكون احرار، ان حرركم الابن فبالحقيقه تصيرون احرارا. اسف طولت، خلينا نخرج بفكره، فكره ان انا ما اكونش دوده ما بتشبعش، لازم اوقف وكفايه العين اللي بتقودني بتوديني في دهية. ربنا يدينا كلنا طهارة للنفس والجسد والروح، لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وكل أوان وإلى ظهر الدور، آمين. من راتي انت